يا اسطوري. شفت النب؟ شفت النب ده؟ اهرب اهرب، بعد بالقطة خلي بالك، هيوصل بقى في وسط الشجرة، مفيش حد هيقدر يشوفك. ولا يا ابن اللعيبة، يا ابن اللعيبة، عبد العزيز. انا زعلان على اللي واحد موتك، والله معلش، بس انا كنت عايز اشوفك، بس معلش معلش اللي انت مت، مش مشكلة، ايه يعني عادي. فتعالى انا وانت ننزل في مكان اسطوري، اوكي تعالى ننزل في مكان اسطوري، بلاش عند الفضائيين، عشان الفضائيين هيكونوا فيهم ناس. تعالى هنا مزرعة فين؟ يا عم ما الفضائيين كده هنموت يا لهوي. ايه ده، هي الغابة لسه موجودة؟ أول مرة أعرف. وفي مكان عبد العزيز، يا لهوي يا لهوي، في خمسة، في كتير، وفي سفينة فضائية. يا لهوي، انا اجري يا عبد العزيز، عشان كده اتفخ. سوري سوري سوري، انا بجري بس عشان كده اتفخ جامد. خد ده واجري، انا عاوز سلاح بس عشان انقذك من الورطة ديت. ما فيش سلاح كده يمين ولا شمال. طب انا جايلك انزل عند بيت، بس انا بحاول اخبي نفسي عشان محد يشوفني، عشان محد يشوفني. واحد بيضرب، واحد مشافنيش. متخليش السفن شوفك. انا مرحب، عبد العزيز حان، عبد العزيز اجري اجري طيارة. لا الحان عبد العزيز بسرعة بسرعة، خد البتاع واجري على طول على طول، ما تستناش، اجري بقى اجري. روح هنا روح هنا روح، اللي معلم لك عليه ما ترجعش، يلا هتموت. الله يرحمك يا ابني، ده في فضائي، صدق ده بيساعد، ده والله حلو.
فهد خلي بالك ده فيه وحش، شفته ولا ايه؟ على الفرخة خلي بالك، لو جالك هيدمجك. انت بتدلك ولا ايه؟ استاذ حاج ايه ده ازاي؟